هالسنة كانت الحملة اللي استيادتونا يعني حملة ناجحة 100%، والدليل أنه الأسطول الجزائري استطاع أن يصطاد كل الحصة المخصصة للجزائر هذا العام 10 أيام قبل انتهاء المدة القانونية الدولية المسموح بها لصيد هذه المادة على مستوى البحر الأبيض المتوسط. هذا الحصة التي بلغت هذه السنة 1450 طن، واللي سمحنا انه يصطاد على مستوى الدولي 1437 طن هذه السنة. يعني كانت في ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية. الأسطول الجزائري يعني للتذكير في وقت مضى كان صيد التونة يتم على يعني بالشراكة مع دول أجنبية، اليابان ودول أخرى يعني مختصة في صيد هذه المادة على مستوى البحر الأبيض المتوسط. يعني وبعدها يعني الجزائر يعني منعت يعني استعمال السفن الأجنبية لاصطياد هذه المادة، وعملت على خلق أسطول جزائري اللي هو راهو في ارتفاع. يعني السنة الماضية كانت 15 سفينة شاركت في الحملة، وهذه السنة كانت 22 سفينة اللي شاركت أيضا في الحملة، ومع تزايد الحصة راح نزيدوا في الأسطول حتى نمكن للمستثمرين الجزائريين من الدخول في هذا النشاط المربح، يعني لازم نقوله، ونعطيه كل فرص للأسطول الجزائري لاصطياد الكميات المحددة في كوطة الجزائر. هذا العام كل ما صيدناه تم تصديره 1437 طن بقيمة تتراوح ما بين 7 إلى 10 يورو للكيلوغرام، وبالتالي تحصلت الجزائر على مداخيل من العملة الصعبة تتراوح بين 14 مليون إلى 15 مليون يورو. هذه العوائد من العملة الصعبة، ناهيك عن العوائد التي تأتي من الرسوم المتعلقة برخص الصيد التي تصل إلى 70 مليون دينار ككل تدخل للخزينة العمومية. في إطار توسيع هذا النشاط وإنشاء مزارع للتونة، يعني تقدمنا بطلب إلى الهيئة الدولية للمحافظة على التونة لإنشاء هذه المزارع، وتحصلنا على رخصة السنة الماضية نهاية 2018 لإنشاء مزارع بقدرة استيعاب ل 1800 طن. وكان عندنا 12 طلب من عند مستثمرين جزائريين لإنشاء هذه المزارع. 4 من هذه ال 12 تحصلوا على عقود امتياز في شرق وغرب الوطن، مع العلم أنه عندما تسمن التونة يعني القيمة المالية للكيلوغرام ترتفع وترتفع بكثير. يعني تقدر القيمة للكيلوغرام تكون 10 يورو عند البيع الأول عند الاصطياد، وتقدر تصل إلى 100 يورو بعد التسمين، يعني 10 مرات السعر عند البيع الأول. وحتى يعني رانا شفنا في بيع في المزاد في بداية هذا العام 2019 في اليابان على سبيل المثال، يعني سمكة لتونة من 275 طن بيعت ب3 مليون دولار. يعني هذا يدل على أن هذا السوق يعني يمكن أنه يوصل إلى مستويات قياسية. السنة القادمة بإذن الله ستكون حصة الجزائر 1650 طن، وهذا وقد تم المصادقة على هذه الحصة في لدى المنظمة الدولية للحفاظ على التونة، وسنقوم بإذن الله بترتيب كل الإجراءات مع المهنيين ومع مجهزي السفن. في السنوات القادمة أيضا سنعمل جاهدين على رفع هذه الحصة
نهدف إلى تعدي 2000 طن، ولما لا نصل إلى 2500 طن، مع العلم أن الدول المجاورة المغرب أو تونس أو حتى ليبيا عندها حصص أكثر من الجزائر، وبالتالي وجب علينا أن نعود إلى هذه المنظمة ونطالب بحصص إضافية حتى تكون بمستوى قدرات الجزائر وبمستوى القدرات هذه التي نبنيها واللي راح تساعدنا، يعني المزارع من جهة والأسطول من جهة راح يساعدنا حتى نقوي طلبنا برفع حصتنا في التونة.